فبالنسبه للانتيستامينز هذه الادويه مشهوره في علاج الحساسيه، وزي ما قلنا يعني يمكن الواحد يمر بحساسيه جلديه او يصاب حساسيه في العيون او عنده حساسيه مثلا في الجيوب الانفيه، فيضطر لاستخدام ادويه بنسميها الانتيستامينز، والحقيقه لها استخدامات اخرى غير الحساسيه زي ما بنشوف فيما بعد. طيب نشوف الان هذه الادويه. كبدايه لازم تعرف ان هذه الادويه هي نفسها الاتش 1 بلوكرز، يعني الهستامين له مستقبلات انقلاب بعد شويه اتش 1 واتش 2 واتش 3 واتش 4. الادويه التي تقفل مستقبلات اتش 1 هي هذه الانتيستامينز. تمام، اذا ممكن نسمي هذه الادويه انتيستامين، ممكن نسميها اتش 1 بلوكر، وسنفصل اكثر لاحقا. طيب الان يبقى عندك نعرف ما هو الهستامين. وات از هستامين؟ يعني كبدايه لازم اقول لك اصلا ما هو الهستامين. الهستامين عبارة عن مادة التهابية أو وسيط التهابي، فممكن أسميه inflammatory mediator، عبارة عن وسيط التهابي وأسميه inflammatory mediator، يعني زيه زي العديد من الوسائط الالتهابية والمواد الالتهابية الموجودة في جسمك. يعني هتقول لي مثلا من هي الوسائط الالتهابية الأخرى؟ يعني مثلا زي الهستامين والسيروتونين والإنترلوكينز والليوكوتراينات والبليتليت اكتيفيتد فاكتور والبروستاجلاندينات وغيرها، اذا هو احد الوسائط الالتهابيه الموجوده في الجسم. طبعا هذه الوسائط الالتهابيه مشهوره بانها ايش تعمل؟ تنتج في نسيج وتعمل في ذات النسيج وفي نفس النسيج. اي ماده تنتج في منطقه وتشتغل في نفس المنطقه نطلق عليها لقب اخر اوتوكويد. اذا ممكن نسمي الهستامين على انه وسيط التهابي انفلاماتوري ميديتر، او ممكن نسمي اوتوكويد. ايش يعني اوتو؟ يعني يعمل في ذات النسيج وفي نفس النسيج. طيب فهذا طيب ايش حيكون وظيفته الرئيسيه؟ هتلاقي انه مسؤول عن مجموعه من الوظائف responsible for. هتلاقي الحقيقه مسؤول مثلا عن احداث الحساسيه الالرجي، اهم اعراض الحساسيه كالحكه والاحمرار والتورم والاشياء اللي بيعملها الهستامين. طيب كمان مسؤول عن احداث الالتهابات ايضا، الانفلاميشن احد الوسائط الالتهابيه الشهيره. طيب الشيء الاخر هتلاقيه وحتشوفه بعد قليل انه له وظائف ايضا في الدماغ، بينشط بعض مناطق السي ان اس، هتلاقيه ينشط الوعي الكونشسنس، وينشط ايضا بعض المناطق في الدماغ، سنفصلها ايضا بعد قليل. من الوظائف الرابعه ايضا لهذا الوسيط الالتهابي انه كمان حينشط احد الوظائف في الجهاز الهضمي وهو افراز الاتش سي ال، فهو يساعد ايضا في افراز حمض الهيدروكلوريك الذي يساعد طبعا في عمليه الهضم ويساعد في عمليه تفتيت الطعام. طيب اذا هذا الهستامين بكلمات قليله عباره عن وسيط التهابي مشهور بانه يفرز اذا في عندك التهاب ولا حساسيه. طيب ماذا سيفعل بالضبط؟ مسؤول عن اعراض الحساسيه المعروفه، مسؤول عن بعض اعراض الالتهاب، مسؤول عن تنشيط بعض المناطق في الدماغ زي ما بيحصل مثلا زياده في الوعي او الكونشسنس، وكمان هتلقاه مسؤول عن ايش؟ مسؤول عن زيادة إفراز الـ HCl في المعدة، وبالتالي يساعد في هضم الطعام. طيب إذا عرفنا ما هو الهستامين، طيب إيش كمان؟ نحاول الآن نعرف أين يوجد هذا الهستامين. Where is histamine؟ طيب عرفنا الآن هو وظيفة العامة وتصنيف العام. يهمك الآن تعرف أين يتواجد هذا الهستامين. الحقيقة تلقى الهستامين موجود وين؟ هتلقاه موجود اساسا وبشكل اساسي في خلايا بنسميها الماست سيلز، الخلايا الصاريه. ممكن ان تلقاه في خلايا اخرى زي البيسوفيلز اللي هي كريات الدم البيضاء القاعديه اللي اسمها البيسوفيلز، لكن يعني مشهور بشكل اساسي في الخلايا الصاريه او اللي يسموها كمان الخلايا البدينه الماست سيلز. طيب انت عارف الخلايا الصاريه، وربما انا كلمتك عليها سابقا، هي عباره عن ريزيدنت دبليو بي سيز، عبارة عن كريات دم بيضاء ساكنة في الأنسجة، لا تدور مع الدم كما تفعل بعض كريات الدم البيضاء، وإنما تبقى في الأنسجة، تلقاها موجودة مثلا في الجلد، موجودة في الغشاء المحاطي للأنف، موجودة في العين، موجودة في جدار القصبات، فهي تسكن بعض الأنسجة، وبالتالي بنعتبرها ريزيدنت دبليو بي سيز. طيب، هتلقى الهستامين موجود في الداخل. طيب، الشيء الثاني، طيب أنت بتقول لي طيب، أين توجد هذه الماست سيلز؟ واين اذا وجد الهستامين كذا في الجسم؟ في بعض الانسجه بتكون هذه الخلايا متركزه بشكل اكبر، والهستامين موجود بشكل اكبر، اي انسجه اللي دائما يحصل فيها حساسيه. يعني مثلا مش في ناس كثير يحصل لهم حساسيه في الجلد؟ وبالتالي تلقى الماست سيلز والهستامين متركز في الجلد، فموجود في السكن. بالمنري. مش في بعض الناس عنده حساسيه منتشره في القصبات، عنده حساسيه اثناء التنفس ورب واشياء زي كذا،
في هذه الحالة بسمي يعني بتلاقي موجودة كمان في البرونكاي. مش في ناس كثير عندهم حساسية في العين وعندهم ببساطة صاروا حساسية في العين وبالتالي موجودة في الآي. ناس كثير عندهم حساسية في الأنف فموجودة في النوز. إذا إيش يقول لك في النهاية؟ الهستامين موجود في كل الجسم لكن بيتركز في بعض المناطق المشهورة بحدوث الحساسية فيها زي الجلد والقصبات والعين والأنف وغيرها. طيب خلي هذا في بالك. طيب الشيء الثاني هتلقى كمان هستامين موجود غير الموجود تقريبا في هذه الأماكن وكذلك في مناطق الجسم المختلفة موجود أيضا في الدماغ. وش أنا قلت لك من وظائفه أنه أيضا ينشط بعض وظائف الدماغ فهو موجود في الدماغ بس في الدماغ لا يفرز من الماست سيلز من الخلايا الصارية لا يفرز من خلايا عصبية نيورونز. إذا موجود أيضا في النهايات في بعض النهايات العصبية للخلايا اللي بنسميها هيستامينرجيك نيورونز. إذا موجود في بعض الخلايا العصبية اللي اسميها هيستامينرجيك نيورونز ويفرز بنفس طريقة إفراز النواقل العصبية زي النور أدرينالين والأسطالكولي والدوبامين يعني يفرز زيهم بنفس الطريقة. فلذلك مش غلط إنك تعتبر الهستامين 2 في 1 بتعتبره وسيط التهاب يخرج من بعض كريات الدم البيضاء صحيح وبتعتبره أيضا عبارة عن ناقل عصبي نيورو ترانسميتر يخرج من بعض الخلايا العصبية هذا في الدماغ. طيب هتقولي طيب لما يخرج ايش هيسوي؟ حيرتبط مع مستقبلاته وهذا سيؤدي الى تنشيط بعض وظائف الدماغ كما سياتي فيما بعد. احدى الوظائف المهمه الوعي واليقظه. طيب اذا له وظائفنا في تنشيط بعض مناطق ليش؟ الدماغ. طيب هل موجود ايضا في منطقه ثالثه؟ موجود. موجود الهستامين كمان في جدار المعده بشكل كبير. انت عارف في جدار المعده خلايا متخصصه بافراز الهستامين. ايش اسم الخلايا؟ بيسموها انتيروكروماتين لايك سيلز. ايش يعني اي سي ال؟ انتيروكروماتين لايك سيلز. ممكن نكتبها هنا في الاسفل بشكل اوضح. انتيروكروماتين لايك سيلز. طيب هذه الخلايا الموجوده في جدار المعده ايش وظيفتها؟ افراز الهستامين. طيب الهستامين ايش له دور هنا؟ يساعد في تحفيز البارايتال سيلز الخلايا الجدارية على إفراز الـ HCl أو الهيدروكلوريك أسيد. إذا لازم تعرف إنه هذا الكلام أو هذه الخلايا بتؤدي إلى إفراز الهستامين والهستامين في هذه الحالة هيؤدي إلى زيادة إفراز الـ HCl بيعمل HCl secretion. طيب عرفنا الآن تعريف العام للهستامين وعرفنا أين يوجد أصلاً الهستامين. زي ما قلنا وسيط التهابي مسؤول عن التهابات لكن بعيدة عن الحساسية والالتهابات له علاقة بتنشيط بعض مناطق الدماغ وخاصة اليقظة وأيضا مسؤول عن إفراز حمض الهيدروكلوريك والمساعدة في هضم الطعام. كتواجد يوجد إما بشكل أساسي ضمن الماست سيلز داخل الخلايا الصارية في أغلب الجسم وخصوصا في المناطق اللي بيحصل فيها حساسية دائما وكمان موجود في خلايا عصبية في الدماغ ووظائفه تنشيط بعض مناطق الدماغ أيضا يفرز من هذه الخلايا ويرتبط مع مستقبلات H2 في هذه الحالة على سطح الخلايا الصارية وهذا يحفز الخلايا على سطح الخلايا الجداريه وهذه الخلايا الجداريه البارايتال سيل الان هتعمل زياده افراز ال HCl. طيب سنفصل ذلك لك لاحقا بس هذه كفكره عامه. طيب السؤال الان ما الذي يحرر الهستامين ما دام موجود وما الذي يمنع خروجه؟ وناخذ ايضا بعض الافكار. الهستامين يعني السيء الضار الذي يبدو بيعمل مشاكل التهابات حساسيه ما الذي يمنعه من الخروج وما الذي يخرجه اصلا؟ طيب قبل ما اكتب لك هذا الكلام شيء اضيف لك ملاحظه صغيره. هتلقى الهستامين يبدو لك انه منشط عام ولا مطبط عام؟ منشط. هتلاقي يبدو انه منشط عام. خلي في بالك الهستامين عاده منشط عام عشان كذا ما تنساش وظائف الهستامين منشط عام زي ما انت شايف ينشط حدوث الحساسيه والحكه والالتهابات وينشط بعض مناطق الدماغ وينشط افراز ال HCl وبالتالي يعني كمان عشان تربط المعلومه لما تاخذ انتي هستامين الانتيهستامين يمنع عمل الهستامين فيحصل لك نعاس ولا نشاط؟ هيحصل لك نعاس وانت عارف انت تاخذ الانتيهستامين من هنا يحصل لك سيديشن على طول. طيب نشوف الان ما الذي يحرر الهستامين وما الذي يمنع تحرر الهستامين. طيب الكلام الآن بالذات على الخلايا الصارية ما الذي يخرج الهستامين من الخلايا الصارية؟ كأنه السؤال يقول what releases or what increases histamine release يعني إيش اللي يخلي الهستامين
يزيد تحريره. ما الذي يزيد تحريره؟ تحرير الهستامين. طيب هتلقى في أشياء معينة تزيد تحرير الهستامين، يعني مثلا هتلقى مثلا الحساسية مع بعض، يعني بتدخل مادة غريبة، وأنا بالمناسبة كلمتك في الرابو إنه يدخل المادة المحسسة لأول مرة بشكل أكثر مضاد على مدى أسبوعين، وبعد أسبوعين يكون في أكثر مضادة جاهزة مغروسة على سطح الخلايا الصارية، يدخل الجسم الغريب مرة ثانية وهنا تبدأ الحساسية الألرجي، يرتبط الأنتيجين مع الأنتيبادي على سطح الخلايا الصارية، وهذا يمزق الخلايا الصارية، ولما تمزق الخلايا الصارية ايش بيتحرر؟ بيتحرر الهستامين، والهستامين حيعمل لك حساسية ويعمل لك حكة وأشياء زي كذا. هستامين بس صار؟ هستامين بس ولا لا؟ لا بيتحرر الكل. ليكوترين كل. الليكوترين والليكوتروبين جميع المركبات الالتهابية، بس احنا موضوعنا في الهستامين. إذا حصل ألرجي وحصل حاجة بنسميها أنتيجين أنتيبادي رياكشن. طيب هذا أول شيء يحرر لك الهستامين، الهستامين لما تعتبره كذا بيعمل مشاكل، يعمل حكة والتهابات وحساسية ومشاكل، لكن اعتبره أنت مخبى ومحفوظ ومحبوس داخل الخلايا الصارية، إذا خرج الهستامين هيعمل لك مشاكل، ما الذي يخرجه؟ دخول مادة غريبة ألرجين، وحدوث تفاعل ما بين الأنتيجين والأنتيبادي. طيب الشيء الثاني، ممكن أيضا يخرج الهستامين أحيانا عن طريق إيش؟ عن طريق الإصابة الشديدة. يعني مثلا اذا في ضربه شديده او نسميها مثلا لقمة سيفير فيزيكال مثلا تروما، ضربه شديده، ضربه طبيعيه بس ضربه شديده، والفكره بسيطه، الخلايا الصاريه موجوده في الجلد، وانت تعرضت لضربه شديده او خبطه شديده او وخزه شديده، ما الذي سيحصل للخلايا الصاريه الموجوده في الجلد؟ تتمزق ولا تظل سليمه؟ تتمزق وتنفجر مع الضربه الشديده اللي حصلت. ما دام انت ضربت الانسان بشده هذه الخلايا تتمزق، ولما تتمزق ايش حيتحرر منها؟ المواد الالتهابيه ومنها الهستامين، فتلاقي في منطقه الوخزه والضربه والاصابه اللي حصلت المريض يحصل له احمرار والتهاب وربما تورم وربما حكه، هذا كله بسبب تحرر المواد الالتهابيه بسبب الضربه الشديده اللي حصلت. طيب ايش كمان؟ هتلقى كمان في عندنا بعض المواد ايش تعمل؟ تكون مواد قاعديه وخاصه بعض الادويه. طيب هذه المواد القاعدية ممكن تعمل تدخل إلى داخل الخلايا الصارية وتعمل displacement للهستامين، كأنها تجلس مكان الهستامين، تقول له هذا مكان، هي مادة قاعدية والهستامين مادة قاعدية اسمه هستامين، فهو مادة قاعدية أمين. ممكن بعض الأدوية القاعدية تدخل وتجلس مكان الهستامين وتخرج الهستامين، هذا يسمى displacement. طيب إذا بعض الأدوية some drugs ممكن تعمل displacement للهستامين. طيب لما تعمل displacement الهستامين ماذا سيحصل؟ الهستامين سيخرج، وإذا خرج الهستامين إيش بيسوي؟ هتلاقي الهستامين يرتبط مع مستقبلاته ويعمل لك مثلا حكة، يعني مثلا أو عرض حساسية. طيب من أشهر ربما الأدوية التي تعمل هذا الكلام؟ المورفين مشهور بهذا الكلام، المورفين ومشتقاته مشهورة بهذا الكلام اللي هي الأوبيويد أنالجيسكس، مسكنات الألم الأفيونية. هتلقى حتى المدمنين على المورفين في الأفلام، في الافلام والمسلسلات كيف يصوروا؟ تلاقي دائما يحك، صح ولا لا؟ القانون يصور على انه شخص يحك، ليش؟ لان المورفين او الترامادول او الهيروين او الاشياء هذه بتنافس الهستامين وتجلس مكان الهستامين تعمل له ازاحه displacement، وهذه الازاحه تؤدي الى خروج الهستامين فيعمل حكه لهذا المدمن. طيب الشيء الثاني، في ادويه اخرى كثيره، في مثلا دواء ايضا اخر اسمه الاتروبين مشهور، الدواء الشهير اللي اسمه أتروبين اللي هو أشهر باراسيمباثوليتيك، أشهر دواء يغلق المستقبلات المسكارينية وبنعتبره باراسيمباثوليتيك، كمان هو دواء قاعدي بيعمل نفس الإشكالية. دواء ثالث في العلم اللي هو الديتيوبوكورارين، أيضا مر علينا سابقا على إنه سكريتال مصر ريلاكسنت، دواء مرخي للعضلات الهيكلية بيغلق المستقبلات اليانيكوتينيك ماسكولار. طيب عموما في أدوية أخرى أيضا، بس هذول أشهر الأدوية التي تعمل إزاحة للهستامين وتعمل نوع من الحكة الخفيفة، يعني مش حساسية، مجرد إزاحة فقط، إزاحة الهستامين والدخول مكانه، هذا يعمل لك حكة خفيفة مع بعض الأدوية. طيب إذا الحساسية تعمل طبعا انفجار شديد وحكة شديدة والتهاب شديد، أيضا الضربات الشديدة بتعمل نفس الإشكالية، الأدوية بتعمل شوية تحرر فشوية حساسية وشوية حكة. طيب طبعا أكيد إنه أي دواء في العالم قد يحدث حساسية. اي دواء في العالم، اي دواء انت تاخذ دواء معين ممكن اي دواء يعمل حساسيه، يعني ممكن ما يعملش فيك لكن يعمل في شخص اخر، حتى الباراسيتامول والادويه المعتاده والامنه ستجد البعض يتحسس منها
ويحصل عنده حكه واشياء زي كذا، باعتبار انه الدواء يعتبر في بعض الناس يعمل حساسيه. اذا تعتبر النقطه الرابعه هي ضمن النقطه الاولى. تمام. طيب خلصنا كذا ايش الذي يحرر الهستامين. طيب ما الذي يمنع تحرر الهستامين؟ ما الذي سيمنع تحرر الهستامين؟ طيب هنلاقي انه تحرر الهستامين ممكن نمنعه ببعض الادويه. اذا كان السؤال الاخر What prevents histamine release؟ ما الذي يمنع تحرر الهستامين؟ طيب مثلا هتلاقي في عندك ادويه تمنع تحرر الهستامين زي الكورتيكوستيرويدز. حتى بالمناسبه في محاضره الربوه الاخيره اتكلمنا عن الكورتيكوستيرويدز، انها بتعمل باربع اليات لايقاف الحساسيه. قلت لك توقف الحساسيه من اولها الى اخرها، تمنع تكوين الانتيبوديز اصلا، تمنع ارتباط الانتيجين مع الانتيبودي، تمنع تمسك الخلايا الصاريه، وتمنع استجابه الانسجه للمواد الالتهابيه كالهستامين. طيب ما دام الكورتيكوستيرويدز بتثبت الخلايا الصاريه وتمنع تمسك الخلايا الصاريه، في النهايه تعتبر تمنع تحرر الهستامين. هذه واحده. طيب في ادويه اخذناها كمان امس في معالجه الربو، لما قلت لك في ادويه بنسميها ماست سيل ستيبلايزرز، مثبتات الخلايا الصاريه، قلت لك شويه امثله، قلت لك زي من؟ زي الصوديوم كروموجلايكيت، وزي النيدوكروميل، وزي الكيتوتيفين. هذه الادويه قلت لك امس تشتغل على قنوات الكلورايد، هل قلنا تفتح ولا تغلق قنوات الكلورايد؟ تفتح، لحد يدخل الكلورايد السالب فيعمل تثبيط للخلايا الصاريه، فلا تحرر محتوياتها من الهستامين والمواد الالتهابيه، فهذا ايضا بتمنع تحرر او بتمنع خروج الهستامين. شيء ثالث قد يكون ليس له علاقه بالادويه ويعتبر اقرب للكلام النظري، لانه ما فيش ادويه شغاله عليه، هو تنشيط مستقبلات اتش 3. بكلمك انا شويه بعد شويه على المستقبلات الاربعه الاشهر للهستامين، لكن حقول لك بعدين انه الاتش 3 ايش بتعمل؟ هذا زي بري سينابتيك اوتو ريسبتور. الاتش 3 هذا بنعتبره بري سينابتيك اوتو ريسبتور، يعني ايش؟ يعني في الدماغ احنا قلنا في خلايا عصبيه تفرز الهستامين وسميناها هيستامينرجيك نيورونز، ولها وظائف تنشط بعض مناطق الدماغ. بس هتلاقي انه مثلا لو في هنا مستقبلات بوست سينابتيك بعد التشابك زي مثلا اتش 1، هتلاقي كمان هنا مستقبل بري سينابتيك اسميها ايش؟ اتش 3. وعاده يعني عاده وليس دائما، عاده المستقبلات اللي موجوده بري سينابتيك مثبطه ولا منشطه؟ مثبطه. زي الحراس يعني هتلاقي الفا 2 يمنع خروج النور ادرينالين، هذا الفا 2، قلنا لك انا قلت لك زمان انه الفا 2 هذا مثبط، هذا بالنسبه للنور ادرينالين، الذي يقابله بالنسبه للهستامين الاتش 3، الاتش 3 يمنع خروج الهستامين. واذا تشيل الاسيتايلكولين الذي يمنع خروج الاسيتايلكولين الام 2، الام 2 ايضا مثبط، لا تتذكر دائما مثبط. فدائما المستقبلات الموجوده في قبل التشابك المنطقه بنسميها سينابس، وهذه حنسميها بري سينابتيك او بري سينابس. المستقبلات غالبا موجوده هنا بتكون النوع المثبط الذي يمنع خروج المزيد من هذا الناقل، وعاده بنسميها اوتو ريسبتورز، كانها مستقبلات ذاتيه ومنظمات ذاتيه، هي بتنظم خروج المزيد وتمنع خروج المزيد من نفس الناقل. طيب اللي هو الهستامين في هذه الحاله. طيب خلي هذا الكلام في بالك. اذا شو اقول لك؟ لو في معك دواء ينشط اتش 3 سامنع تحرر المزيد من الهستامين، بس وين؟ هذا كلام في الدماغ. تمام. اذا الاشياء التي تمنع تحرر الهستامين، عندك ادويه تمنع تحرر الهستامين من الخلايا الصاريه، هذه وهذه منع تحرر الهستامين من الخلايا الصاريه. اذا استطعت تطلع دواء ينشط اتش 3 وكان له فائده دوائيه حنستخدمه. بس في هذه الحاله ايش حيكون؟ ايش حيسوي؟ حينشط اتش 3 بري سينابتيكلي وسيمنع تحرر الهستامين، لكن فقط في الدماغ. طبعا هو في دوائين يعملوا هذا الكلام لكن لا يستخدمان دوائيا او سريريا، اللي هو الايميتيت والايميفيت. هذه الادويه تستخدم يعني في التجارب وفي الابحاث الريسيرش وليس لها تطبيقات دوائيه. ايميتيت وايميفيت. طيب كذا احنا عرفنا كيف ممكن ايقاف تحرير الهستامين. قبل ان انسى لازم تعرف اصلا من اين ياتي الهستامين. الهستامين في الاخير ياتي من الطعام، يعني يتم تصنيعه اساسا من وين؟ من الطعام. انت بتاكل طعام يحتوي على بروتينات، صح ولا لا؟ والبروتينات تهضم في الجي اي تي الى احماض امينيه اسميها امينو اسيدز. في عندك 20 حمض اميني معروفين، صح ولا لا؟ الانين، سيرين، ايزولوسين، تريبتوفان، جلوتاميك اسيد، اسبارتيك اسيد، برولين، سيرين، تريبتوفان، فينيل الانين، كلها احماض امينيه مهمه. احد الاحماض الامينيه القادمه من البروتينات واحد اسمه الهيستيدين. والهيستيدين بخطوه واحده بيتحول في جسمك الى هيستامين. اذا خلي في بالك انه الهيستامين هذا اللي في جسمك
يأتي أساسا من الطعام من أحد الأحماض الأمينية اللي اسمه هيستيدين وبنسميه هيستامين. طبعا بيكون فيه أمين زيادة فيسمى هيستامين. طيب خلي الكلام هذا في بالك، وما دام أنا قلت هذه المعلومة يعني بالمرة بطارك في حمض أميني آخر اسمه التيروسين، صح ولا لا؟ والتيروسين سيتحول في جسمك إلى أولا إلى دوبا ثم إلى دوبامين ثم إلى نور أدرينالين. طيب كمان خلي في بالك إنه أحد الأحماض الأمينية اللي اسمه التيروسين هذا بيتحول للدوبامين والنور أدرينالين والأدرينالين. للعلم في حمض أميني آخر بيسمى تريبتوفان، والتريبتوفان إلى إيش بيتحول؟ إلى 5-هيدروكسيتريبتامين الذي اسمه السيروتونين. فلازم تعرف إنه كثير من المواد الموجودة في جسمك ولها يعني أعمال كثيرة هي تأتي في النهاية من الطعام. إذا أحد الأحماض الأمينية اسمه الهستيدين يتحول إلى هيستامين، حمض أمين آخر اسمه التيروسين يتحول إلى دوبامين نور أدرينالين وكذلك الأدرينالين، التريبتوفان هو حمض أمين آخر يتحول إلى 5-هيدروكسيتريبتامين، والخمسة هيدروكسيتريبتامين هو نفس السيروتونين. فخلي في بالك إنه هذه المواد اللي نتكلم عليها دائما هي تأتي أساسا من الطعام ويتم تصنيعها باستمرار. طيب عرفنا هذا الكلام، ايش يبقى معنا الان؟ نفصل اكثر في الهستامين، ما الذي يفعله بالضبط في الجسم؟ انا لو ايش يفهم الانتيهستامين ايش استخداماتها وايش اثارها الجانبيه، لازم اعرف ماذا يفعل الهستامين بالضبط في الجسم. طيب نشوف الهستامين ومستقبلاته ووظائفه. طيب نشوف الهستامين ووظائفه. طيب في عندك الهستامين ريسبتورز والاكشنز. طيب باختصار الهستامين اذا خرج حيلاقي امامه اربع انواع من المستقبلات. يا حينشط مستقبل اتش 1 حينشط اللي قدامه، ان لقى مستقبل اتش 1 حيضغط فيه وحينفذه، وان لقى مستقبل اتش 2 حينشط مستقبلات اتش 2، ونفس الشيء ممكن ينشط اتش 3 وممكن ينشط كمان مستقبلات H4. إذا هذه هي المستقبلات الأربعة بالنسبة لمن؟ بالنسبة للهستامين. طيب أهم مستقبل نعمل عليه النجمات من هو؟ H1. H1 هو الأشهر لأنه هو المسؤول عن الحساسية والالتهابات، فلازم تتذكر إنه H1 هو أهم مستقبل للهستامين. طيب الهستامين لو ارتبط مع مستقبلات H1 ما الذي سيحدث؟ حتلقى إنه الهستامين إيش حيسوي؟ هتلاقي انه في هذه الحالة هو المسؤول عن اعراض الحساسية، هي مثلا الرجي، وكمان هتلاقي كمان موجود ايضا في الدماغ ومسؤول عن تنشيط بعض مناطق الدماغ، وحقول لك بعد ايش المناطق اللي تنشط. طيب هتقول لي في الحساسية مثلا ايش اللي بتعمل، ايش بيعمل الهستامين؟ الهستامين قلت لك منشط، صح ولا لا؟ منشط عام. قلت لك انك بالهستامين تذكر انه منشط عام حتى لا تنسى. طيب ايش حيعمل؟ هتلاقي الهستامين ينشط مثلا السموث ماسل سيلز، تمام؟ يعني الاتش 1 هذا مرتبط طبعا بالجي كيو بروتين، الجي كيو بروتين، وبالتالي بيزود حاجه اسمها الداي اسيل جليسيرول والبروتين كاينيز سي، وبالتالي بيعمل عمليه تنشيط، بيزود الكالسيوم داخل الخليه فيعمل تنشيط. طيب لو عمل تنشيط ايش حيعمل؟ حيعمل كونتراكشن للسموث ماسل سيلز، يعمل التقلصات العضليه. طيب فين تظهر اكثر شيء في ذلك خلاصه؟ يظهر التقلص العضلي في البرونكاي اولا، في البرونكاي، وتلقى يحصل لك على طول تضيق قصبي برونكو كونستركشن اول ما يحصل لك حساسيه، ولا مثلا تعرض لمواد محسسه او دوائر من لك حساسيه، قد يؤدي هذا الكلام الى تضيق القصبات برونكو كونستركشن. طيب ممكن يحصل في اماكن اخرى، ممكن يعني مثلا قد يعمل كمان تقلصات شديده في الامعاء وقد يؤدي الى مغص، يعني كمان ممكن يعمل هذا الكلام في الجي اي تي، يعمل لك كوليك مغص، وممكن اعمل لك دياريا، حتى انه معروف مثلا من الاثار المصاحبه للصدمه التحسسيه الانافلاكتيك شوك قد يحصل مغص شديد وقد يحصل ايضا نوع من الاسهال والدياريا. طيب هذا بالنسبه للسموث ماسل سيلز. طيب ايش كمان؟ طيب طبعا هو كمان حيحصل كمان تضيق في الاوعيه الدمويه الكبيره، يحصل فازو كونستركشن فقط في الاوعيه الدمويه الكبيره. اذا خلي في بالك عشان ما تلخبط، الهستامين ممكن يعمل فازو كونستركشن بس وين؟ فقط في البيج او في اللارج بلاد فيسلز، في الاوعيه الدمويه الكبيره. تمام، بس هذا التاثير يعني اعتبره ثانوي وليس تاثير واضح لما يتحول الهستامين. اقول لك بالعكس بعد شويه الهستامين بالعكس يوسع الاوعيه الدمويه الصغيره، وهذا هو التاثير الذي يظهر اكثر، اقول لك اياه بعد شويه. طيب
الشيء الثاني، اعتبر انت الهستامين كمان غير انه بينشط العضلات اللا اراديه السموث ماسل سيلز، وخصوصا في القصبات يعمل لك ضيق نفس، حينشط بعض الافرازات، حيزيد بعض السكريشنز. يعني كذا نوصلك الموضوع، هتلاقي بيحصل زياده في بعض الافرازات. طيب ايش الذي حيفرز؟ يعني مثلا حتزيد افرازات العين، يعني لو حصل انك تعرضت مثلا لغبار او الماده المحسسه في العين تحرك الهستامين. الهستامين سيرتفع مستقبلاته اتش 1 على سطح مثلا الخلايا الغده الدمعيه. طيب الغده الدمعيه تنشط، مش الهستامين منشط؟ تنشط، ولما تنشط ستؤدي الى زياده في افراز التيرز، فتنشط الغده الدمعيه اللي هي اللاكريمال جلاند، وهذا الكلام يؤدي الى زياده الدموع اللي هو التيرز، فيحصل تيرنج. اول ما تتحسس او تاكل شيء يعمل لك حساسيه، حصل انك تبدا تدمع شويه. تنشط ايضا الغدد المخاطيه، ايضا يحصل لك زياده في افراز المخاط. تمام، ايضا اذا في غدد مخاطيه تزيد افرازاتها. طيب ايش كمان ممكن يحصل؟ حتى افرازات في البرونكاي، يحصل زياده في افراز السبيوتام والاشياء هذه كلها داخل القصبات، فيزيد مثلا البرونكيال سكريشنز، وهذا قد يصعب التنفس. فتلقى نفسك ممكن تلاقي ضيق نفس وصعوبه نفس ورغبه في السعال لطرد هذه المواد الزايده اللي دخلت واللي عملت لك ضيق واللي عامله لك ضيق في النفس. طيب عشان ازيدك كذا معلومه ايضا كذا ولو انها مختلفه قليلا، ليس افراز من هذه الافرازات، لكن ممكن يزيد انتاج وريليس للنايتريك اوكسايد. والنايتريك اوكسايد اتوقع انه مر علينا سابقا، هذه الماده توسع ولا ضيق الاوعيه؟ توسع الاوعيه. هي ماده تفرز من الاندوثيليوم وتشتغل في السموث ماسل سيلز، اذا قلت لك سابقا مستقبلها اتش 1 بالاندوثيليوم. الموضوع بالشكل التالي، هذا وعاء الدموي وهذا الدم. هذه الاندوثيليال سيلز هي اصلا بتنتج النايتريك اوكسايد ابتداء من الارجينين وعن طريق انزيم اسمه نايتريك اوكسايد سينثيز. طيب النايتريك اوكسايد ايش حيعمل؟ هتلاقيه يشتغل على خلايا عضليه ملساء، يعمل لها ريلاكسيشن. اذا هذا طبيعي بدون اي دواء بدون اي شيء، هتلاقي ان الاندوثيليوم باستمرار تقوم بافراز النايتريك اوكسايد ابتداء من الارجينين. الارجينين هذا حمض امين ياتي من الطعام ايضا، يتم تحويله الى نايتريك اوكسايد عن طريق انزيم اسمه الانزيم الصانع للنايتريك اوكسايد، نايتريك اوكسايد سينثيز. هذا النايتريك اوكسايد سيدخل للداخل، حينشط الجوانين سايكليز وينشط السايكليك جوانوسين مونوفوسفيت، في النهايه سيؤدي ذلك الى عمليه سموث مصر سير ريلاكسيشن وتوسيع الوعيه الدمويه. الكلام هذا معروف، حتى احنا قلنا زمان ان النترات والنيتروجليسرين ايش اليه عملها؟ تتكسر في النهايه الى ايش؟ الى نايتريك اوكسايد، هذا هو اليه عمل النترات. طيب زي النيتروجليسرين. طيب الهستامين حينشط، مش هو منشط، حينشط هذه الخلايا على افراز المزيد من النايتريك اوكسايد. والنايتريك اوكسايد هي التي ستطبق وتعمل توسع في الاوعيه. إذا انتبه لي إلى الملاحظة التالية، هذا حمل غازو دايليتيشن، بس طبعا هذا الكلام بيكون في السمول ارت أو في الكابيلاريز والشرايين الصغيرة، أو خلينا نقول يعني في السمول بلود فيسلز في الأوعية الدموية الصغيرة. إذا هنا أنت الآن بتلاقي في نوع من التضارب، بس أنبهك له، بيحصل غازو كونستريكشن وغازو دايليتيشن عن طريق الهستامين. الهستامين يستطيع أنه يضيق الأوعية الدموية الكبيرة، كيف؟ مباشرة. يشتغل هستامين على مستقبلات مثلا اتش 1 هنا الموجوده مثلا مباشره على الخلايا العضليه الملساء، وبالتالي حيعمل تنشيط ظنه ونشط عام، بس فين يظهر هذا التاثير؟ في الاوعيه الدمويه الكبيره. يعني قلت لك ان المستقبلات هذه موجوده على سطح الخلايا العضليه الملساء في الاوعيه الكبيره، فيضيق الاوعيه الكبيره الهستامين. طيب حتقول احنا نسمع الهستامين انه يخفض الضغط ويعمل دوخه ويوسع الاوعيه الدمويه، صحيح بس الصغيره الكابيلاريز والسمول بلاد فيسلز. طيب كيف يستطيع ان يفعل ذلك؟ مش حيلاقي مستقبلاته هنا في الاوعيه الصغيره. في الاوعيه الصغيره مش حتلقى مستقبلات الا على الاندوثيليال سيلز، فيقوم بتنشيطها. ولما تنشط الاندوثيليال سيلز ماذا ستقوم او ماذا ستفعل؟ ستزيد من تحرير النيتريك اوكسايد الذي يعمل ريلاكسيشن ويوسع الاوعيه الدمويه. عشان ما لخبطكش في كلمه واحده، الهستامين بيعمل دايركت فازو كونستريكشن بنفسه مباشره بس في الاوعيه الدمويه الكبيره. وبيشتغل اندايركت، يعني بيحفز هذه الخلايا على افراز ماده، الماده هذه هي التي توسع الاوعيه الدمويه، وهذا كلام بيحصل في السمول كابيلاريز. في الاخير من هو التاثير الذي يظهر؟ هل تضيق الاوعيه ام تتسع الاوعيه؟ هل يزيد الضغط ام ينخفض الضغط؟ القاعده لا، لو تحول الهستامين بشكل كبير جدا جدا سينخفض الضغط، لانه لديك ملايين او مليارات الكابيلاريز، لو كلها توسعت بسبب حساسيه شديده سينخفض الضغط بشكل واضح،
وقد يحصل لك حتى هبوط ضغط يؤدي إلى الغيبوبة ويؤدي إلى فقدان الوعي كما يحدث في حالات الأنافلاكتيك شوك، الصدمة التحسسية الشديدة. طيب خلي هذا كلام في بالك. طيب إيش كمان؟ ستجد طبعا أيضا إنه طبعا هي شيء واضح، لما يحصل فازو دايلاتيشن إيش يحصل للسوائل اللي داخلها أو الماء اللي داخلها؟ ممكن إنه يحصل له يعني يحصل له مثلا خروج اكسوديشن، يحصل له خروج لما توصل الدورة الدموية بشدة، وفي عندك كمان التهاب، سيزيد الكابيلاري بيرميابيليتي، النفوذية الوعائية ستزيد. طيب ويحصل اوزنج او اكسوديشن للماء اللي هنا، يخرج الماء الى الانسجة، ولما يخرج الماء للانسجة ايش يحصل له؟ تورم، إديما وسويلنج وتورم وانتفاخ وهكذا، وهذا ايضا بيحصل. طيب خلي الكلام هذا في بالك. طيب اضيف لك معلومه اخيره بالنسبه للاتش 1، هكذا تقريبا خلصنا ايش يعمل، اعراض الحساسيه هنا بشكل عام زي ما انت شايف، بالاضافه الى انه حينشط حاجه ثالثه اللي هي الخلايا العصبيه الحسيه، ما دام هو منشط عام حينشط الخلايا العصبيه الحسيه وسيزيد الشعور بالحكه، فتلاقي نفسك في المنطقه الملتهبه ولا في مكان مثلا الوخزه ولا في مكان لدغه النحله تلقى في حكه، لانه الهستامين حينشط الخلايا العصبيه الحسيه المسؤوله عن نقل الشعور بالحكه، فيزيد الاتشينج. هتلاقي كمان هيستامين يعمل لك ايش؟ يعمل لك حكه اتشينج. طيب اعتقد يعني هذه ايش؟ اهم التاثيرات اللي بيعملها الهستامين في موضوع الحساسيه، هتلاقي نفسك تحك، هتلاقي في ضغط في النفس، هتلاقي افرازات في العين، افرازات في الانف، افرازات في القصبات، هتلاقي في كمان تورم وبسبب توسع الاوعيه الشديد وبسبب ايضا زياده الكابيلاري بيرميابيليتي وهكذا. طيب ننتقل لايش؟ الى تنشيط السي ان اس، او ايش يعمل الهستامين في السي ان اس. طبعا انت كل هذا بكلمه واحده ممكن تعتبره الرجي، كلها اعراض حساسيه، حكه ومغص وضيق نفس ودوخه شديده، تورم، افرازات انفيه، افرازات، يعني كل هذا خليها بكلمه واحده اعراض الحساسيه بشكل عام. اذا من المسؤول عن الحساسيه بشكل عام؟ ايش المستقبل؟ اتش 1. عشان اعالج الحساسيه ايش لازم اغلق المستقبل؟ كمان اتش 1. فجميع الانتي هيستامينز هي عباره عن اتش 1 بلوكرز. طيب بس لازم تعرف انه الـ H1 ايضا موجوده وين؟ موجوده في منطقه ثانيه او موجوده في بعض مناطق الدماغ ولها وظائف ايضا منشطه. طيب هتقول لي ايش اللي حينشط في الدماغ وبعض المناطق اللي تهمك؟ هتلاقي انه الهستامين لو خرج في دماغك وهو يخرج طبيعي هنا حتى بدون الحاجه الى ماده محسسه او شيء، يتم افراز الهستامين من خلايا عصبيه في الدماغ، فايش يحصل؟ تنشط المنطقه المسؤوله عن الوعي، وبالتالي حيزيد الكونشسنس في منطقة الدماغ اسمها Reticular Formation، هذه المنطقة اسمها التشكيل الشبكي وهي مسؤولة عن الوعي واليقظة، تنشط هذه المنطقة. طيب هذا الكلام كنا نطبق له تطبيق سريع عليه على طول، إذا أعطيتك أنتي هستامين ماذا سيحصل بهذا الكلام؟ سيتوقف وبالتالي تشعر بالنعاس مباشرة، أدوية الزكام المعروفة تأخذها من هنا على طول يحصل لك نعاس من هنا. طيب الشيء الثاني هتلقى إنه الهستامين بينشط منطقة أخرى، بينشط طبعا مركز الاحساس بالالم، بس خلينا نركز على الاشياء الاكثر اهميه، بينشط كمان منطقه مسؤوله عن الشبع اللي هي الساتايتي، يعني الهستامين كمان بيشبعك، بيرتبط الهستامين مع مستقبلات اتش 1 في منطقه بنسميها الساتايتي سنتر، مركز الاحساس بالشبع، وهذا يخليك تشعر بالشبع. طيب شيء اخر هتلاقي كمان بينشط مركز الحراره الهيت ريجولاتوري سنتر، طيب ممكن تسجله انت انه كمان حينشط مركز تنظيم الحراره الهيت ريجولاتوري سنتر فقد يرفع الحراره. طيب حينشط كمان منطقه ثالثه اللي هي ايش؟ اللي هي الكيمو ريسبتر تريجر زون، او حينشط في النهايه الفوميتنج سنتر، له علاقه مباشره بالغثيان والفوميتنج سنتر. طيب اذا ممكن ينشط الفوميتنج سنتر، طيب له علاقه بالغثيان والطرش وخصوصا غثيان السفر، مشهور جدا في موضوع بالذات غثيان السفر اللي هو الموشن سيكنس، والحقيقه ممكن كمان نبسطها انه كمان له علاقه بغثيان الحوامل بالذات البريجنسي فوميتين. وطبعا هذه الادويه حقا الهستامين الحقيقه هي امنه في الحوامل، فلذلك ستجد من التطبيقات على هذا الكلام انه بنعطي هذه الادويه الانتي هستامين لعلاج غثيان الحوامل لانها كمان امنه للحوامل، او اغلب هذه الادويه امنه للحوامل. طيب انت اعتبر هذه الافكار الرئيسيه، طيب اطبق لك على هذا الكلام، اذا اخذت الدواء ستشعر بالنعاس،
اذا اخذت الدواء لن تشعر بالشبع، ايش بيحصل لك؟ بتميل الاكل الكثير، ما فيش عندك احساس بالشبع، انت تضبط الهستامين اللي يشعرك بالشبع، فلن تشعر بالشبع، تشعر بالجوع المستمر وتاكل كثيرا. ولذلك الحقيقه ستجد دواء اسمه البيزوتيفين ودواء اسمه السيبروهيبتادين، وهذه الادويه من اشهر الادويه التي تزيد الشهيه وتستخدم في علاج النحافه. طيب ليش؟ لانه مثلا السيبروهيبتادين هو انتي هيستامين، هو احد ادويه الهيستامين، فيغلق على الهيستامين ويمنعه من احداث الشبع. طيب حتقول لي والبيزوتيفين، البيزوتيفين يختلف قليلا، بيغلق على السيروتونين. اذا كانه الفكره بالشكل التالي، ولا تنسى هذا الكلام، هذا مركز الاحساس بالشبع اسمه مثلا ساتايتي سنتر. طيب هتلاقي كانه على سطحه مستقبلين اتش 1 ومستقبل خاص بالسيروتونين 5 اتش تي ريسبتور، احد مستقبلات السيروتونين. طيب لو خرج الهستامين من خلايا العصبيه او خرج السيروتونين من خلايا العصبيه، سيتم الارتباط مع المستقبل، وهذا ينشط مركز الاحساس بالشبع فتشعر بالشبع. اذا نعيد الفكره، ايش الذي يساعدك في الاحساس بالشبع؟ خروج الهستامين والسيروتونين من خلايا عصبيه. الهستامين ايش بيعمل لما يخرج؟ يرتبط مع مستقبلاته اتش 1، والسيروتونين مع مستقبلاته اللي اسمها 5 اتش تي ريسبتور. هذا الكلام سينشط مركز الاحساس بالشبع فتشعر بالشبع وتتوقف عن الاكل. طيب انا اشتي اخلي واحد ياكل كثير، ايش لازم اعمل؟ لازم اغلق هنا او اغلق هنا. من اللي يغلق ال H1 ريسبتور ويساعد في زياده الوزن وزياده الاكل؟ السيبروهيبتادين. من اللي يغلق مستقبلات السيروتونين ويساعد في ايضا زياده الاكل وزياده الوزن والشهيه؟ البيزوتيفين. وايضا للعلم كل واحد يشتغل في المستقبل الاخر ولو بشكل ابسط. يعني لو قلت لي السيبروهيبتادين اليته، بقول لك هو H1 بروكر بشكل اساسي، ولكنه ايضا يقفل قليلا مستقبلات السيروتونين. طيب هذا السيبروهيبتادين، هتقول لي والبيزوتيفين اللي اسمه التجاري موسيجور ماذا يفعل؟ بقول لك يغلق مستقبلات السيروتونين بشكل اساسي، فهو انتي سيروتونين، ولكنه ايضا سيغلق مستقبلات H1 ولو بدرجه اقل. هذا كله طبعا سيساعد في انك لا تشعر بالشبع فتاكل كثيرا، وهذا قد يزيد الوزن. طبعا هذا اسمه التجاري موسيجور، وهذا اسمه التجاري ترياكتين او برياكتين، موجودين في الصيدليات معروفين جدا. طيب طبعا حيكون يمكن اكثر مشكله لو اعطيت هذه الادويه لاي شخص، حتلاقي المشكله الكبرى ايش هي؟ موضوع النعاس. يقول لك دكتور صح انه بيزيد عندي الشهيه والاكل، لكني اشعر بنعاس شديد، لانه من وظائف هذا الوظائف الهستامين احداث اليقظه وزياده النشاط الدماغي. طيب هذا الكلام خليه في بالك. طيب التطبيق الثالث، ما دام الهستامين مسؤول عن ما يسمى بغثيان السفر ومسؤول عن هذا الكلام، لو غلقت المستقبل ايش حيحصل لغثيان السفر؟ سيقل. فممكن استخدم ادويه انتي هيستامين على غثيان السفر. طيب مثلا زي ما ممكن اعطيك مثالين، في دواء اسمه السيناريزين، في دواء اسمه السيناريزين، وفي دواء مثلا اسمه دايمن هيدرينات. دايمن هيدرينات كلمه واحده، دايمن هيدرينات هذه كلمة واحدة، دايمين هيدرينا. طيب إذا هذه الأدوية موجودة في السوق وتستخدم بكثرة في لغتين السفر. إيش الفكرة؟ الفكرة أنها أنتي هيستامين، تمنع الهيستامين من العمل وتمنعه من إحداث الموشن سيكنس، لغتين السفر. السيناريزين ودايمين هيدرينات. طيب وهناك أدوية أخرى ممكن حتى السيكليزين والميكليزين. طيب ما دام كمان الهيستامين مسؤول عن غثيان الحامل وله علاقة كمان بالموضوع غثيان الحامل، ممكن اعطي لك انتي هيستامين لعلاج غثيان الحامل، زي اللي نسميه مورنينج سيكنس، تلاقي المراه اثناء الحمل وخاصه في اول في بدايه الاشهر هذه في الصباح الباكر تذهب للحمام مثلا ويحصل لها غثيان او القياء. طيب ايش الادويه اللي ممكن اعطيها؟ ممكن اعطيها السيكليزين، وممكن اعطيها دواء اخر اسمه الميكليزين، وهكذا. اذا بتلاقي انه ايضا هذه الادويه مشهوره بكثره في علاج غثيان الحمل. طيب للعلم هتلاقي عادة تضاف لهذه الأدوية أو يضاف لهذه الأدوية فيتامين بي 6 اللي يسمى بيريدوكسين، أو اسمه العلمي بيريدوكسين. يعني هذه الأدوية كثيرة في الصيدلية تحتوي على ميكليزين مع بيريدوكسين، وكلاهما يساعد في علاج غثيان الحامل. طيب أخذنا كده الفكرة العامة الآن.